بتيجي نلعب مع بعض لعبه كده؟ يلا بينا نلعب لعبه الاسئله السريعه كده، ترد عليا بسرعه بسرعه، احنا هنعمل بينج بونج انا وفرح. اوكي، اكتر شخص بتشوف ان هو منافس ليك؟ ما بحسش ان في منافس عشان انا مش حاطط نفسي في مقارنه. حلو. طيب هنقول لو في قرار هتاخده دلوقتي حالا على الهواء يبقى ايه؟ قرار هاخده دلوقتي حالا على الهواء سريع. قرار واحد. ما القرار ده يعني هنزل اغنيه بوجاتي كمان 10 ايام. طيب حلو قوي كده. هتاخد قرار انك تبعد عن الغنى ولا ترجع؟ لا افضل طبعا، اكيد 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 اكيد، انا خلاص انا مسكت في لاين الغنى ده، مش هسيبه تاني يعني خلاص. طيب الغنى ولا التمثيل؟ بحب الاثنين. تختار حاجه واحده. تمثيل. بجد؟ اوكي. لو اشتغلت في الاثنين، طيب عشان انت بتحب الاثنين، مش حاسس انك كده ممكن تكون بتشتت نفسك؟ لا عادي، ممكن اعمل الاثنين بفول باور جدا، بس انا اصلا يعني ممكن اشتغل 20 ساعه في اليوم وانا مربعه واشتغل 20 ساعه. بتحب الشغل عادي؟ جدا. طب ندمت على اي قرار خدته في حياتك؟ قرار خدته في حياتي ندمت عليه؟ لا خالص، بحس دايما ان اي حاجه عملتها اثرت عليا بالسلب ما ندمتش عليها، ان هي بجد علمتني وبجد فادتني وبجد خلتني في حته كويسه. حتى لو كنت انا وقتها شايف ان انا خدت منه درس اكيد. طبعا أكيد. يعني حاجه انا عملتها وفشلت فيها قبل كده، ممكن بعد 5 سنين احس ان ربنا خلاني اعملها عشان بعد 5 سنين حاجه قابلتني ابقى جاهز لها. انا بحب المدرسه في التفكير دي ربنا جدا. ربنا عمره في حياته ما يعني ما خايب ظني الحمد لله. فمن وانا عيل صغير اي حاجه وحشه بتحصل انا ببقى عارف انها هتحصل بسببها حاجه حلوه، وده اوريدي حصل معايا كتير قوي في حياتي. يعني عامه انت الجمهور بيحبك وحقيقي، مفيش مقياس لا او مفيش ترمومتر بيقيس نجاح المطرب ادق من الجمهور. طبعا. فخليني اسالك عن اعمالك الاخيره، انت بتجهز لايه دلوقتي وايه اللي هينزل قريب ان شاء الله؟ اوريدي انا عندي بوجاتي، ده فيديو كليب ان شاء الله هينزل في خلال يعني 10 ايام جايين ان شاء الله، بتمنتج يعني تصور خلاص. عندي تراك غريب قوي اسمه عايز اولع في المدينه، هو بيتكلم على كل حاجه مضايقه، كل حاجه ممكن تضايقك. كل حاجه ممكن تضايقك، كل حاجه ممكن تضايقني. زحمه، دخان، زحمه، نفوس وحشه، شر، ناس بيجروا ورا فلوس، شر، خبص، كل ده انا اللي من كل ده في اغنيه واحده ومولع في الحاجات دي كلها. طب خلينا نولع فيها، مش في المدينه بقى، ارجوك في الحاجات دي، الحاجات اللي جوه اللي جوه المدينه بالظبط. ايه تاني في فيلم ان شاء الله نازل اسمه كابيتال اوف هابينس، عظمه السعاده. ايه ده انجلش ده بره ولا ايه؟ متصور في مصر هنا بس معانا فيه ممثلين اجانب، بيتكلم عن الحرب العالميه الاولى والعلاقه بتاعت الحرب العالميه الاولى ما بين انجلترا، الحرب العالميه الاولى من وجهه نظر مصر وانجلترا وتركيا. أوكي. الدايره دي. وانت دورك فيه ايه؟ امير من امراء شبه الجزيره العربيه. حد امراء شبه الجزيره العربيه. انا كنت عايش في الكويت وبتكلم خليجي كويس جدا. فاوريدي كان دوري حد من يعني الملوك بتوع شبه الجزيره العربيه. شرير برضه، مش عارف، ما حدش راضي يشوفني كويس خالص. لا والله بس على فكره خلاص احنا شايفينك كويس، خلاص هنعمل ايه؟ خلاص الحمد لله. عايز اقول لك على حاجه، انت اصلا يعني بيبي فيس لعلمك، وعينيك كده عارف بتضحك لوحدها، واحنا مبسوطين ان انت كنت موجود معانا النهارده، نورتنا يا احمد. او شبوكشي بقى.